اهلا ومرحبا بكم عشاق كرة القدم في كل مكان. تحياتي محدثكم فارس عوض، واسعد بصحبتكم اليوم للتعليق على احداث مباراة نهائي الدوري الاوروبي. اجواء كبيرة هنا في ملعب المباراة قبل دقائق من انطلاقة المواجهة الحاسمة. الكل متحمس ينتظر ضربة البداية لتبدأ الاجواء بعد ذلك بالاشتعال اكثر واكثر. فريق مانشستر يونايتد يواجه فريق فياريال، طريق طويل إلى النهائي. اليوم سنتعرف من يصل للمجد الأوروبي ويتوج بلقب الدوري الأوروبي، بطولة كبيرة ولها اسمها، وأيضا من يحققها يضمن مكانه في دور المجموعات من دور الأبطال للموسم القادم، يعني لقب وظهور في أقوى البطولات. وهذه هي التشكيلة الأساسية لفريق الشياطين الحمر في مباراة اليوم. يعتمدون الرسم الخططي بشكل 4-5-1 الهجومي. مانشستر يونايتد يعد أول نادي إنجليزي يحقق دوري أبطال أوروبا، وهذا كان في عام 69، زمان هذا الكلام، مع المدرب التاريخي مات بيلزبي، والذي قضى مع النادي تقريبا 25 سنة توج فيها ب 13 بطولة مختلفة، يتفوق عليه فقط السير أليكس فيرغسون ب 38 لقب. إذن هذه هي التشكيلة الرسمية لفياريال في مباراة اليوم، وسيلعب الفريق اليوم بخطة ال 4-4-2 التقليدية. وصلنا للنهاية والختام مع انطلاقة المباراة النهائية لبطولة اليوروبا ليج. جرينوود رائع في قراءة الفريق الخصم. فيكتور ليندلوف، الكرة ملعوبة إلى ماغواير. ماكتوميني، جرينوود، فيكتور ليندلوف، ماكتوميني، فريد، إيدينسون كافاني، إيدينسون كافاني، ماكتوميني. تمرير الكرة باستمرار، إرهاق الخصم في سعي خلف الكرة، مع الوقت تأتي الفرصة المناسبة من أجل الضربة القافية. ماركوس راشفورد، فريد، شوف استعادة الكرة، الفريقان يمتلكان جودة عالية في التشكيلة، والتركيز الآن على هذين اللاعبين المميزين حيث تعتمد عليهما فرقهما كثيرا. لاعبان يمتلكان المهارة وتعتمد عليهما فرقهما بشكل كبير وواضح، والجماهير تأمل بأن يصنعا الفارق في مباراة اليوم. جرينوود، هجمة لمانشستر يونايتد، يلاقي ثغرة، يلاقي مجال، لقاء قوي في ندية أيضا من الطرفين. على اليونايتد بأن يظهر بأداء جيد إذا ما أراد الفوز في هذه المباراة. برونو فرنانديز، جيرارد مورينو، فرصة ألا مع باريخو، باكو الكثير، كرة مع باريخو، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. كافاني قد يأتي بالخطورة مع هذا التقدم الآن. راشفورد،
بتصل إلى فرنانديز. ممتازة التمريرة العالية. حكم يحتسب ضربة زاوية. تأخذ يعود الآن استلام الكرة. حلو نقل الكرة من مانشستر يونايتد. جيرارد مورينو الآن مع باريخو. كرة الآن بحوزة المان يونايتد. برونو فرنانديز. إيدينسون كافاني يتقدم. كرة بتضرب الخط الخلفي. الله، لا يمكن أن تنتهي السلبية. الشباك تتحرك، الإثارة تبدأ، الهدف يأتي. نشوف الهدف مرة أخرى، شوف البينية اللي شكلت كل الخطورة. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. هدف التقدم الآن يسعد الجهاز الفني، يسعد المدرب خارج أرضية الملعب. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. راؤول البيول. مانو تيغوروس. دانييل باريخو. جيرارد مورينو. يبحثون عن التعادل ولكن بدون استعجال في الهجوم. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. تمريرة بعد الأخرى، وفي كل مرة إتقان شديد جدا. إيدينسون كافاني. برونو فرنانديز. جرينوود. كرة بينية فيها خطورة الآن، ذهبت للفريق الخصم. راؤول البيول. ماريو جاسبار. مانو تيغوروس. تريغيروس. دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. ماكتوميني. جرينوود. فريد. تمريرة بعد تمريرة لإرهاق الخصم وإيجاد فرصة للوصول للمرمى وفك شفرة الدفاع. ما زال يفكر، ما زال يبحث عن حل. مانشستر يونايتد يفقدون الكرة. كرة تعود الآن إلى التماس. راؤول البيول. دانييل باريخو. كرة وصلت لباكو الكاسير. باريخو. متاحة للعب العرضية.
محاولة هجومية هنا. ماريو جاسبار، تريجيروس، جيرارد مورينو، كرة مع باريخو، فرصة من جديد لكرة التعادل. كرة في المرمى، كرة تضرب الشباك، تشعل الملعب، تزيد الإثارة. هدف تعادل في نهائي مثير وكبير، عودة كبيرة واحتمالات مفتوحة في النهائي. نظرة أخرى نشاهد من خلالها كرة الهدف. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. ماركوس راشفورد، ملعوبة إلى فرنانديز، فيكتور ليندلوف، فريد، ماكتوميني، فيكتور ليندلوف، ماكتوميني. الحكم يعلن عن دقيقة واحدة كوقت بديل. فريد، ماركوس راشفورد، ماكتوميني، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. ما زالت الكرة في المنتصف بعد نهاية شوط المباراة الأول. الكأس لا تقترب من أحد حتى اللحظة. شوط ثاني ينطلق مشاهدين الآن في نهائي بطولة الدوري الأوروبي. هجوم لمانشستر يونايتد، فريد، تصل إلى فرنانديز، يستخلص الكرة وينهي المحاولة. البحث عن هجمة مرتدة، تريجيروس، تدخل جميل من اللاعب، إيدينسون كافاني. الكرة الآن مع الفريق الخصم، باكو الكثير، باريخو، مانو تيغوروس. فياريال يهاجم في هذه اللحظات، دانييل باريخو، باكو الكثير، تخرج الكرة إلى ركلة مرمى. إعادة لكرة الهدف، هذا هو هدف التعادل. هذه الإعادة الواضحة، هذه الكرة اللي كانت لوب من فوق حارس المرمى لم ينجح في الوصول إليها. راؤول البيول، ماريو جاسبار، مانو تيغوروس. هجمة من نادي فياريال، تمريرة على طرف الملعب، باكو الكثير، تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. كرة مرتدة فيها خطورة، ماكتوميني، فريد، إيدينسون كافاني. الكرة عند كافاني، دانييل باريخو، باكو الكثير، ملعوبة إلى مورينو. تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة، برونو فرنانديز، كرة بتروح لراشفورد، ماركوس راشفورد،
بهدوء يحافظون على الكرة. شوف الاستحواذ، شوف بناء الهجمة. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. تدخل بيريح الفريق. جيرارد مورينو. كرة بتصل لجيرارد مورينو. الكرة مع مانشستر يونايتد. جرينوود. الكرة تصل لكافاني. ماكتوميني. هجمة لمانشستر يونايتد. فرنانديز. التقدم يأتي، هدف يدخل إلى المرمى ليحرك كل شيء. الآن كل شيء ممكن يتحول، كل شيء ممكن يتغير. سيبدأ الهجوم، تأمين النتيجة والخروج بهذه المباراة بالانتصار. نشوف الهدف مرة أخرى، واللمسة البينية الجميلة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. باكو الكثير. فريد. إيدينسون كافاني. بينية فيها خطورة. شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. كرة وانتو. حلو نقل الكرة من مانشستر يونايتد. فرصة لوضع الكرة في الشباك. إيدينسون كافاني. أوهو، هدف تعزيز التقدم يأتي. يقتربون أكثر فأكثر في هذا النهائي. يا لها من أجواء، يا لها من إثارة. نهائي من نار حتى الآن. وفي الإعادة نشوف التمريرة اللي صنعت الهدف، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية. مباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير، وراح نشوف تغيير في الوقت القادم من المباراة. ماكتوميني. فريد. مانشستر يونايتد يفقدون الكرة. ماركوس راشفورد. ملعوبة إلى راشفورد. توقع جيد في قطع الكرة. باكو الكثير. تخرج رمية تماس. تغيير الآن في صفوف الفريق. To be replaced by number 25, Etienne Capoue. استخلاص الكرة في مناطق الخصم. Etienne Capoue. الله على الكرة. الكرة تخادع حارس المرمى. الشباك تتحرك. دخل منذ قليل، لم ينتظر كثيرا، لم يكن بحاجة إلى الوقت. وضع الكرة في الشباك. أي تبديل، أي عصا سحرية يملكها هذا المدرب. رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة. شوف اللقطة مرة ثانية. ما كان في مجال لحارس المرمى لإنقاذ الكرة. تمركز في المكان السليم بدون أي مشاكل. يضع الكرة داخل الشباك. ماكتوميني. فيكتور ليندلوف.
برونو فرنانديز، إيدينسون كافاني، بتصل إلى فرنانديز، فريد، ماركوس راشفورد، فيكتور ليندلوف. ميزة الفريق اليوم تمريراته، نقلات الكرة، تفاهم لاعبين، تبادل مراكز. إيتيان كابوي يتعرض لضغط كبير، 9 دقائق متبقية من عمر المباراة. راؤول البيول، إيتيان كابوي، كرة بتصل لجيرارد مورينو، تشوكويزي، أريخو. الفريق لعب كرة أمامية في فرصة أخيرة للتعادل، بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم. ماك توميني، برونو فرنانديز، حلو نقل الكرة من مانشستر يونايتد، الكرة في المرمى، هدف الضربة القاضية، اللقب يقترب والكأس أصبحت قريبة جدا منهم الآن، هدف قاتل لتعزيز التقدم. راح نشوف الهدف مرة أخرى من هذه التمريرة البينية، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. إيتيان كابوي، ماريو جاسبار، راؤول البيول، تصل إلى البيول، تبديل متوقع الآن مع توقف اللعب. دانييل باريخو، هجمة من نادي فياريال، باكو الكثير، فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. تشوكويزي من جديد لباريخو، يقطع الكرة في مكان خطير. دقيقتين يضيفهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع، بتضيع الكرة على مانشستر يونايتد. دانييل باريخو بيخسر الكرة، فعلوها، نجحوا في تحقيق لقب اليوروبا ليج، مجد ربي يأتي إلى خزائن النادي، أي أجواء، أي بطولة، أي مجد، أي استحقاق. الفريق الخاسر يعيش لحظات صعبة، لحظات قاسية، هذه كرة القدم، هذه هي النهائيات، لا تقبل سوى بفريق واحد. احتفال في الملعب الآن، لحظات على منصة التتويج، القائد يتقدم، دقات القلوب الآن، كأس الدوري الأوروبي، الجماهير في قمة الفرح، في قمة السعادة بهذا المجد، بهذا التاريخ، بهذا الذهب، بهذه اللحظات، وتريدها ألا تنتهي أبداً.